السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تكون سنة دراسية سعيدة بالنجاح والتوفيق لجميع الاولاد ان شاء الله. تعالوا النهاردة هعمل لكم كده جولة في الفجالة ونتعرف مع بعض على اسعار الكشاكيل والادوات المدرسية كلها، وانا جايبة لكم من الاماكن المميزة اللي ممكن هندخل عندها وهنشوف اسعارها معقولة. الفرشة دي، الفرشة دي يا جماعة في أول الفجالة على طول، عشان خاطر اللي عايز بقى يجي ويبدأ يجيب الحاجات الخاصة بالمدارس. تعالوا بقى ندخل هنا ونشوف الأسعار ونتعرف مع بعض على الأدوات المدرسية كلها. أنا شايفة ما شاء الله الفرش عنده حاجات كتير، فاللي هيجي هيلاقي كل حاجة، يعني عنده مقالم، عنده حاجات بتاعة المكاتب، عنده الكشاكيل، عنده أجندات، كل حاجة موجودة عندهم، حتى الورق اللي هو بتاع المكان التصوير إن شاء الله موجود عنده. تابعوا معايا الفيديو النهاردة وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم من بيت العيلة الكبير مع عبير كل جديد إن شاء الله. بداية يلا ندخل ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ اسمك محمد صح؟ ازيك عامل ايه؟ انت قلت لي ان انت في ثالثه اعدادي صح؟ ما شاء الله يا حبيبي، ربنا ينجحك يا رب ويبارك فيك بصراحه. بص عايزين ندخل كده نتعرف مع بعض، للناس اللي عايزه تيجي تشتري من عندك بس تقول لنا الاسعار الحلوه، يعني بحيث ان اللي عايز يجي هيدخل عندك على طول، الاسعار اللي هنقولها في الفيديو هي اللي هيشتروا بيها. ماشي. تمام؟ يلا هتبدا لي بايه؟ تمام. محمد علي صوتك شويه. ماشي. عندي كشاكيل كبيره. تمام. عندي كشاكيل صغيره. تمام. عندي كشاكيل ديزني. عندي كراميس. يعني عندك كل الدرجات وكل الفئات والاسعار كلها موجوده عندك. طب نبدا كده بالكشاكيل اللي هي الكبيره. كشاكيل 100 ورقه عامله 30 اهو يا جماعه، ال 100 ورقه عامله 30 اللي هي الكبيره دي. الانجليزي منها عامله 35. الانجليزي عامله 35 جنيه. تمام. منها 60 ورقه عامله 17.5. يلا قول لي كده تاني. الكشاكيل دي عندي منها ال 40 ورقه عامله 17.5. ال 40 عامله 17.5، وريني كده الورقه بتاعتها. ده بلاستيك، لو وقع عليه ميه ولا اي حاجه ما يحصلوش اي حاجه. بصوا يا جماعه طبعا دي بلاستيك، يعني الكشكول اصلا من بره الورقه بتاعته مش ورق بلاستيك، يعني بصوا ورق بقى ميه اي حاجه مش هتتاثر جوه الكشكول، فدي حلوه قوي. تمام يا محمد يلا. طبعا في منها الوان كتير، وفي ال هي 100 ورقه 80 و100 و60، يعني كل المقاسات مختلفه. الانجليزي بيبقى اغلى شويه. اغلى 50 جنيه. بيبقى بكام؟ يعني مثلا لو ال 40 هيبقى عامل 25. تمام. لو 60 هيبقى عامل 25. لو 60 ورقه انجليزي. تمام ماشي. قول لنا ايه تاني هنا، احنا شفنا الكشاكيل دي. عندي بقى اللي هو العادي. وده كبير ده قوي ده صح؟ ايوه ده ال 100. ده ال 100؟ انت قلت لي ال 100 ده بكام؟ بصوا يا جماعه ال 100 ده عامل 35. ال 100 الانجليزي المسطر ده عامل 30. المسطر ده يا جماعه خليكم بقى مركزين، المسطر ده اهو عامل 30 جنيه 100 ورقه لو انجليزي ب 35. بصوا بقى الورقه بتاعته، على فكره ورقته حلوه اهي وكبير، يعني الورقه كبيره. ده كشكول جرافيك. ورقه نضيف برضه. ده كشكول جرافيك يا جماعه برضو اهو. بصوا الورقه اصلا بتاعته بيضه وحلوه قوي. اسمه جرافيك. في منه بقى 60 و80. 60 في منه 80 وكله. ال 60 منه عامله كام؟ 25. ال 60 25 وال 80. وال 80 منه عامله 30. ال 80 يعني احنا كل ما بنعلى في الورق بنزيد 5 جنيه. 30 و25 وال100 وال100 منه عامله 37.5. 37.5. تمام. بصوا يا جماعه ده الجرافيك، لو انتوا حد برضو بيحب الحاجات دي، الورقه بتاعتها حلوه وبيضه. بصوا اهي. تمام يا محمد ماشي. في منها بصوا يا جماعه احنا شفنا اللي هو الورق بتاعه البلاستيك ده 15. بصوا في منها الدرجات طبعا والكشكول اهو. ده متهيألي 60 ورقه ده ولا كام يا 40 ورقه يا جماعه، ده 40 ورقه ب 15 جنيه. ده للناس اللي بتحب الورق الصغير، الورق اللي هو العدد قليل. انت قلت ده ب 15 صح؟ تمام ماشي يا محمد. استنى استنى. شايفين طبعا ده اللي هو الورق بتاعه البلاستيك، فعلى فكره ده حلو قوي ده. تمام يلا يا محمد وريني ايه تاني. عندي بقى الكشاكيل والكراميس. تمام. عندي ده ديزني، عندي في حاجه، عندي في حاجه.
ده انضف حاجه في الكشاكيل. ده ورقه ورقه، ده عامل الواحد منها عامل 9 جنيه والدسته عامله 90 جنيه. الدسته من ده اللي انضف درجه يعني انضف حاجه يا جماعه. ده الديزني يا جماعه كم؟ ده الديزني الدسته منها عامله 90 جنيه. الدسته يا جماعه 90، اللي هو كم ورقه؟ ده عامل ده 60 ورقه. 60 ورقه، اللفه فيها كم واحده؟ اللفه فيها 10 والكراريس فيها 20. بصوا يا جماعه، اللفه من ده فيها 10 ب 90 جنيه، يعني الكشكول عامل 90 عامل 9 جنيه. طبعا في كل حاجه. والكراسه عامله 100 جنيه فيها 20. الكراسه عامله كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه اللي هما كام واحده؟ بيبقى 20. اللي هو بالنسبه للديزني برضه نفس الكلام، اللي هي الورقه دي؟ الورقه دي انا عندك حاجه دي. ده الكراسه. بصوا يا جماعه دي الكراسات اهي. يعني اللي عايز من النوع ده اسمه ديزني يا جماعه اهو. ال 20 ورقه بكام؟ 20 ورقه عاملين 100 جنيه. اللي هو قصدي 20 كشكول ب 100. يعني الواحد الكراسه عامله 10 جنيه. ده بالنسبه للكراسات الديزني. لو من حدش عايز ديزني عايز حاجه ارخص. ارخص اهو، ده عامل الدسته منه ده الكشكول، والكشكول ده من ده عامل 50 جنيه. بصوا يا جماعه ده 50 جنيه. تمام، يعني ده ب 5 جنيه الكشكول اللي هو بصوا ده يا جماعه الورقه بتاعته. طبعا في انجليزي وفي عربي وكله، يعني ده اللفه من دي عامل 50 جنيه. فيها كام واحد؟ دي فيها 10. 10 وفي منها الكراس اللي هو زي كده. شايفين يا جماعه اهو؟ على فكره ورقتها حلوه، يعني بصوا اهي بيضه وكويسه. في بقى ده الكراس ده عامله 60 جنيه فيها 20. بصوا يا جماعه دي الكراسات برضو والله على فكره ورقتها نظيفه وكويسه. 10 كراسات ب 60. في طبعا مسطر وتسع تسطر وكل حاجه. ايه يا جماعه شفناها ورقتها؟ تمام. عندي بقى الاسكتش ده السكتش 36 ورقه، ده عامل 35 جنيه. بصوا يا جماعه ده 36، هو بيسموه 40. هو بيبقى مثلا 40 ورقه. عامل كام؟ ده عامل 35. في منه ده 35 يا جماعه. ايه ده احمد شوف انت. ده الصغير. الصغير منه يا جماعه عامل 15 جنيه اهو. ده ب 15. دي اللي هي ب 10 جنيه. تمام ماشي يا محمد. في منها ب 5 جنيه بقى. دي اللي بخمسه. بصوا يا جماعه دي اللي هي الكراسات السكتش العاديه اللي هي الصغيره بتاعه الحضانه. للي عايز يرسم، للي عايز يرسم اللي هي الصغيره دي بخمسه جنيه. صح يا محمد؟ ماشي. كده احنا متهيألي شفنا الكشاكيل. بصوا يا جماعه دي الديزني اللي هو برضو الناس بتسال عليه. الكراسه قلنا ب 100. كراسه ب 100. تمام. عندي بقى الجلادات. تعالوا نشوف الجلاد. يلا. ده الجلاد بتاع الديزني. ده جلاد الكراسات او الكشاكيل الديزني. ده عامل 12 ونص. 12 ونص فيها كام واحده؟ فيها 10. تمام يا جماعه بصوا دي فيها 10 وطبعا في كل الالوان، فيها رسومات ديزني كمان. ده عامل 10 جنيه. ده ب 10 جنيه؟ 10 برضه. بصوا يا جماعه ده ب 10 جنيه. فيها 10 جلادات برضه. ده عامل 7 ونص. يعني بصوا في درجات كمان. ده عامل 7 ونص يا جماعه. بس هو الفرق بصوا ان التاني اغمق شويه، يعني الورق بتاعه احسن، يعني الافضل الفرق 2 ونص نجيب اللي هو ده. تمام، يعني ده ب7 ونص. عندي اللزق. بكر اللزق ده على كام؟ في 100 110. في تعالى هنا ده عامل 10 جنيه. يبقى 10 جنيه يا جماعه. ده عامل 12 ونص. دي ب 12 ونص برضه بكرة اللزق. ده 20. ده عامل 200. عامل 15. 200 ايه ده؟ 200 ايه؟ 200 متر يعني؟ 50 يوم. هو ال 200 ايه؟ درجة ولا ايه؟ المقاسات يعني. المقاسات. على كام الأخيرة دي؟ الأخيرة دي 20؟ 20. تعالى تعالى كده حاسس. تمام. دي 300 دي عاملة 35. دي الكبيرة قوي يا جماعة عاملة 35 جنيه. بصي دي. دي اللي ب 35 دي كبيرة قوي يا جماعة. دي دي عاملة 45 جنيه. بصي اهو وريني. دي عاملة 50 ده اللي ب 45. بصوا دي عاملة كام؟ ده أكبر حاجة. عاملة كام؟ دي عاملة 50 ده اللي 45. 45. بصوا يا جماعة دي أكبر حاجة في المقاسات دي ال 500. انت قلتي كام؟ دي عامله 50 هديلكم 45. 45 تمام ماشي يا محمد. عندي بقى كشاكيل السلك. تعالوا نشوف برضو يا جماعه الكشاكيل السلك. ايه.
بصوا بقى يا جماعة، الحلو ان هو عنده كل التشكيلات، يعني عنده صبابير زي كده، السبورة بتاعة الاطفال. على كام دي؟ بالقلم. بصوا يا جماعة، ليها قلم وليها استيكة، دي للاطفال الصغيرين بقى بتوع الحضانة، وليها اشكال حلوة. بكم؟ ب20 جنيه. تمام. السلك ده كشكول السلك العادي صح؟ ده ب100؟ عايز 100 ورقة؟ 100 ورقة. بصوا يا جماعة ورقته حلوة قوي. بكام ده يا محمد؟ ده عامل 30. 30 جنيه؟ 100 ورقة. طب ولا أقل؟ ولا في 30 ورقة عامل 25. تمام. عامل 25 وده الصغير، ده 100 ورقة صغير. ده الصغير يا جماعة 100 ورقة برضو؟ 100 ورقة صح؟ ب 25 جنيه؟ ده الصغير، ده عامل 17 ونص. بصوا يا جماعة، ده الصغير ب 17 ونص، 100 ورقة برضه، بس حجمه صغير غير الكبير ده. في 80 برضه. يعني احنا قلنا الكبير ده 100 ورقة عامل 25. وده 100 ورقة ب 17 ونص عشان هو صغير شوية. في بقى 80 عامل 15 جنيه. ال 80 ب 15؟ وريهاني كده. طبعا في رسومات كتير. وفي اشكال تانية كتير. ده بكام ده؟ ده 140. ده عامل 22 ونص. ده ب 140 يا جماعة. طبعا في رسومات هنا بناتي، دي 140. هو في 140؟ وفي 200 منه. بصوا ده 140 يا جماعة، عامل كام قلت يا محمد؟ ده عامل 20 جنيه. 20 جنيه ده على فكرة حلو. لا كويس. ايه ده ال 80 ورقة عامل 15. بصوا ده ال 80 ورقة برضو كشكول سلك ب 15 جنيه. في بقى المعلومات وكده. هنيجي عندها، بس هبص برضو على الملون ده. الكبير ده اللي هو الملون بكام؟ ده الملون بكام ورقه ده؟ 100 برضو. 100 ورقه. 100 ورقه ده عامل اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ده ب 25 جنيه يا جماعه. سلك. وبصوا من جوه زي الجرافيك كده، زي ما هو بيقول لنا اسمه ايه؟ مغربي، عشان كذا لون. يعني كذا لون اهو. بكام قلتي ده ب 25؟ ب 25 برضو يا جماعه. ودي كراسات الرسم اللي احنا شفناها، وده السكتشات برضو ورقه حلوه قوي. ده زي ما قال لنا كده، ده ب 5 جنيه. عنده ورقه صغيره، تعالى وريهاني. في ورق كمان هنبص عنده، ورقه صغيره بتاع مكنه التصوير. ده 70 جرام، ده عامل 100 جنيه. دي 70 جنيه، يعني اللفه دي ب 100؟ تمام. وده 80 جرام عامل 110. دي ب 110 اللي هي 80. على حسب الدرجات. دي 110 يا جماعه، اللي هي ورق التصوير، مكان التصوير. هي دي ايه؟ دي السندات. دي السندات. دي كام السناده دي؟ ب 25. ب 25 قال لنا ب 20 جنيه، بس السناده كويسه يعني خامتها حلوه. ورق فلوسكاب ده عامل 20. الورق فلوسكاب ده يا جماعه ب 20 جنيه. ده عامل 15. بصوا ده ب 15. متهيألي ده ايه الفرق يعني؟ لون الورقه؟ لا، الخامه غير الخامه. ده كتير وده عدد. على حسب العدد. يبقى دي ب 15 يا جماعه. في مجوز وفي مفرد. في مجوز اي حاجه يعني. في من ده مجوز. وده ب 20. في برضه ده مجوز متهيألي. يعني ده ب 20 وده ب 15. عندي النوت. دي بكام؟ دي عامل 25. بصوا يا جماعه، دي نوت صغيره اهي، دي ب 25 جنيه. تمام. ودي بكام؟ دي انت قلت لي اسمها رزمه ايه دي؟ دي عامله 15. دي عند دي عامله 12 ونص. دي ب 15 يا جماعه. دي الصابونه عامله 12 ونص. دي ب 12 ونص؟ دي؟ بصوا يا جماعه، دي ب 12 ونص. طب والله حلوه. عندنا حلوه قوي يا جماعه، بصوا تحفه قوي. ودي برده جميله. بصوا دي يا جماعه تحفه. دي على كام؟ بصوا في نوت كتير يعني، كل الاشكال. بصوا في اشكال كتير اهي. بصوا دي ب 25 جنيه. صراحة حلوة برضو. تمام. هتوريني ايه تاني؟ شايفين دي كمان؟ بصوا يعني نوت وكل حاجة هتلاقوها موجودة. عندي حاجات زي كده عاملة 25. دي برضو ب 25 جنيه. نوتة برضو؟ لا. زي اجندة. زي اجندة. 25 جنيه. زي دي كده يا جماعة. بصوا. وليها استك كده عشان تتقفل منه. حلو والله. برضو ب 25؟ عندي لانش بوكس بزنزانية. وفيها للصور الصغيرة. تمام. نشوف ايه تاني عندي. لانش بوكس. طيب بصوا الجلاد ده كله اللي احنا شفناه لسه دلوقتي. طبعا في حاجات تانية هنا اهي. عندي لانش بوكس، عندي المقالم ده عامله 50 جنيه. المقلمة دي يا جماعة عامله 50؟ تمام. وعندي حاجة زي كده.
دي عامله 20 جنيه. اه دي ب 20 يا جماعه اللي هي العاديه. يعني عنده اسعار كتير يعني. دي عامله 25 جنيه. دي ب 25 يا جماعه. طبعا في منها اولادي وفي بناتي. دي عامله 30 جنيه. دي ب 30. مقلمه برضو. دي انا شايفاها خامتها حلوه يا جماعه، دي ب 30. دي عامله 35 جنيه. اه بصوا دي بقى، هي دي اولادي اكتر كمان، فيها حلوه برضو معقوله بكم؟ دي عامله 35. 35 دي يا جماعه. خلي بالك عشان يعني. ماشي اه وريني كده اللانش بوكس. عندي لانش بوكس، عندي حاجه زي كده. عامله 25. بصوا يا جماعه دي ب 25 جنيه اللانش بوكس، دي تنفع للحضانات 25 بس حلوه، يعني هي عباره عن دور والمعلقه والشوكه مع بعض. طبعا في منها الوان كتير. حسبي يا نورهان هاتيها اللي وقعت دي. دي بصوا حلوه قوي يا جماعه. 30؟ دي 30. عندي بقى الطبي ب 50. الطبي؟ اه. بصوا يا جماعه دي في منها الوان اهي. في منها انت قلت دي بكام؟ ب 50 ولا كام؟ انا جبت عامله 30. اه دي ب 30 يا جماعه برضو. خلي بالك. دي اللي قلت بكام؟ دي الطب عامله 50. اه طب دي بصوا يا جماعه دي اللانش بوكس مع الزمزميه كمان ب 50 جنيه. يعني يعتبر طقم كده على بعضه ب 50 جنيه. دي من 40 جنيه. دي ب 40 جنيه يا جماعه. على فكره دي حلوه، انا مجرباها، دي احسن حاجه من اللانش بوكس، ليها كذا دور، يعتبر دور من تحت واللي هم العلبتين دي وكمان دي. فدي انا بصراحه دي دايما بجيبها، حلوه قوي دي. انت قلت لي ب 40 صح؟ دي بكام؟ دي سكرينه. خلي بالك عشان الحاجه ما تتعملش. اه بصوا دي يا جماعه برده ب 40 وحلوه وكبيره، دي على فكره حلوه جدا وخامتها تحفه كمان. آه برده دي قال لنا ب 40 جنيه. عندي بقى دي شفافه برده. ودي بكام؟ دي عامله 45. بصوا دي شفافه فيها برده شوكه ومعلقه. آه ب 45 جنيه. دي ب 45 صح؟ تمام. دي ب 45، دي طبيه برضو. بصوا برضو اللانش بوكس بتاعتها والزمزميه مع بعض. على فكره دي الزمزميه اللي هي السيليكون يا جماعه. اه ما بتتكسرش، يعني تقع على الارض ما بتتكسرش، فدي حلوه قوي على فكره. انت قلت على 45 دي؟ على 45 يا جماعه. دي هي كشكل برضو، عنده الوان، يعني اللي عايز الوان كمان هتلاقوها موجوده عندهم. متهيألي احنا كده بصينا على معظم ال، خلي بالك عشان ال، ورينا بقى الأقلام اللي عندك. عندي أقلام روتو. أيوه الروتو ده تحفة يا جماعة. عندي 30 جنيه الدستة. الدستة؟ 27 ونص. بتتحسي أنت هتحسبها على 27 ونص للي جايين يا جماعة من تبع القناة، يحسبها لنا ب 27 ونص. تمام. دي فيها كام قلم يا محمد؟ 12. 12. الروتو بصوا أحلى حاجة الروتو، طبعًا عندك منه كل الألوان. عندي منه أسود وعندي منه أسود. تمام. الروتو يا جماعة ب 27 ونص أهو. عندي ختامة للأطفال الصغير ب 5 جنيه. دي ب 5 جنيه الختامات بتاعة الأطفال يا جماعة. الأولاد بتحب تلعب بيها على فكرة الحاجات دي. عندي الفابل كاسل دي أخبارها إيه بقى؟ 5 جنيه. الأستيكة دي ب 5؟ في منها كبيرة عاملة 15. أه دي الفابل كاسل يا جماعة هي أنضف حاجة طبعًا. في حاجات بتبقى بديلة عنها. دي الكبيره ب 15 جنيه، وصل سعرها 15 يا جماعه. الفابل كاسل نفس الشركه برضه، نفس الشركه برضه فابل كاسل ب 15 جنيه. ده البديل بتاعها برضه عامل 15. يعني البديل و 15 برضه. على فكره الاثنين نفس الخامه يعني. بس هو اسم الاختلاف الاسم بس. دي البريات عامله 10 جنيه. البريه دي ب 10؟ طب بص لو حد هياخد جمله هتتعامل معاه ازاي؟ هسيبها له مثلا لو هي ب 10 هسيبها له ب 7 ونص. اه يعني لو هياخد كميه او هياخد العلبه ب 7 ونص. بصوا يا جماعه يعني لو حد هيفتح مثلا مكتبه وعايزين تتعاملوا مع محمد، انت بتقول هتديهم بسعر الجمله. يعني ديت مثلا احنا بنقول نفترض اهي دي ب 10 جنيه، هيحسبها لكم سعر الجمله 7 ونص. وطبعا على حسب العلبه وعلى حسب الكميات اللي هياخدوها. يعني انت ان شاء الله هيبقى عندك كميات للناس اللي عايزه تاخد كميه. تمام. قول لي عندك ايه ما ايه تاني؟ عندي بنات زي كده الواحده عامله 5 جنيه. اه دي حلوه قوي دي. جميل. بصوا يا جماعه دي 5 جنيه على فكره، تنفع لكله، كبار صغير كل حاجه. العلبه تعرف سعرها على كام على بعضها؟ لا. تمام. مش بتجيب الفرن. دي مسطره عامله 50 جنيه. دي ب 5 جنيه المساطر دي.
برضو للاطفال، وحلوه شكلها صغيره وفيها رسومات كمان الاطفال بتحبها هي كمان. في طبعا عنده هنا قلمه كتير، عندي قلمه رصاص دي الدمز عامله 60 جنيه، ده الدمز نضيف برضه. انضف حاجه دي عامله كام؟ ده عامله 60. بصوا يا جماعه دي فيها 12 قلم ب 60 جنيه تمام، دي ب 60 يا جماعه. هي نضيف على فكره القلمه دي انا مجرباها حلوه قوي، ده فيبر كاسل بس ده مش الاصل بتاعها. 55 الاصل بتاعها عامل 65. يا لهوي، شايفين الفابر كسل وصل لكام يا جماعه؟ يعني ده مش اصلي، وشوف انت كويس اللي بتقول لي ده اصلي او مش من اصلي. فبجد كده انا يعني بحترمك يا محمد، ولا انت كويس اللي قلت لي. ممكن واحد يقول لك انا عايزه الاصلي، فايه اللي هيعرفه؟ اللي بيعرفه بيبقى هنا في زي ختم الشركه الاصليه، بيعرفوا ان دي اصلي او لا. بالتالي فبصراحه يعني قليل لما بلاقي ناس بتعرفك تقول لك ده الاصل او مش الاصل، انت بتاخده وخلاص. فالفابر كاسل اللي هي مش اصلي ب 55، الاصل ب 65، يعني فرق 10 جنيه في العلبه. ده بالنسبه للقلمه الرصاص يا جماعه اللي هي الفابر كاسل، اظن كلنا عارفينها، وانا عرفت ان هي كان من اول الحاجات اللي بدات تغلى سعرها اهو. بس القلم طبعا حلو على فكره، والخط بتاعه زي الثاني، زي هو بس الفرق الثاني بيبقى عندك منه شويه. تمام ماشي. عندي مثلا قلم الاتش بي ده، الاتش بي يا جماعه عامل 20 جنيه، ده عامل 20 الاتش بي. ده فرق جامد. ايه ده؟ طب والقلم يكتب حلو برضو؟ بيكتب حلو، مش غبي على الكارت. وريني، بصوا ده يا جماعه اتش بي، حط كده يا محمد. طب والله خطه حلو. عندي مثلا بقى عندي الاقلام دي ب 20 يا جماعه. طب ما حلوه دي اهي، الاقلام البرونز دي اللي عامله 25، دي عامله 25 يا جماعه، الاربع اقلام اللي هي بتاعه التحديد والكلام ده. تمام، شاور لي انت بقى من هنا كده على الحاجات اللي ورا. عندي مثلا زي دي عامله 30 جنيه، المقلمه دي ب 30 يا جماعه. مش مقلمه دي، فيها الادوات الهندسيه. قصدي الادوات الهندسيه. انا اللي عندي مثلا الصامغ ده، وين الهند الصامغ؟ ده كبير خالص، ده اللي هو اللي هنا. ده عامل 10 وصغير منه عامل 5. ال 10 و5 جنيه ده بالنسبه للصامغ يا جماعه. عندي مثلا شد زي دي، اللي هي عامله زي السيليكون دي برده، ما بتتكسرش. دي بكام؟ 7.5. 7.5 جنيه ده. دوت الكوريكتور ب 15 جنيه القلم ده يا جماعه، عامل 15. يلا محمد خليك سريع، يلا قلم سنون. بصوا ده القلم اللي هو السنون ده ب 20 جنيه. عندي الوان المايه، الوان المايه اللي فوق دي على كام؟ لا دي مش المايه، المايه اللي هي ايه اللي فوق دي؟ اللي فوق دي بس ب 15 ب 20. قديمة 25 و30، شايفين كده ب 15 و20 و25 و30 جنيه. متهيألي احنا كده يا جماعه شفنا كل حاجات موجوده عند محمد، ومكانه هنا سهل جدا. اللي عايز يجي لك يا محمد يجي ازاي؟ الكارت اهو بتاعنا، ولازم تشتري. اهو برضو احنا هنا اول الفجاله على طول، بندخل دخله رمسيس واول الفجاله. انتوا مكانكم هنا على طول؟ شغالين كل يوم ولا في ايام مش موجودين فيها؟ والحد عشان الحد ساعات بتبقوا مش حدش موجود. تمام، شكرا يا محمد، ومتشكرين يا سيدي، وكل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. شكرا. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه عند محمد في الفجاله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. انا طبعا هثبت لكم الرقم على الفيديو اهو للي عايز يوصل له. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون نال رضاكم. مع السلامه وفي حفظ الله، وما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيله الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. مع السلامه.